ومن الأدلة يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه، قال: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أول الأرواح خلقا وأعظمها وأشرفها وأكملها روح السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم. فقيل: يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ قال: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أي لم يخلق بعد. سأله من الصحابة رجل آخر: متى وجبت لك النبوة؟ قال: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. سأله رجل آخر من الصحابة: متى استنبئت؟ قال: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد صلى الله عليه وسلم. وقد صرح بذلك صلى الله عليه وسلم وأعلنه كما جاء في الحديث الذي رواه ابن سعد بإسناد صحيح، رواه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح، ورواه ابن أبي حاتم وغيره، والحديث بلغ مرتبة الصحة كما هو معروف، أي صار صحيحا لغيره بكثرة طرقه كما هو المعروف. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، أولهم في الخلق وآخرهم في البعث إلى هذا العالم، أي آخر من بعثه الله وأرسله رسولا إلى عالم الدنيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو أولهم في الخلق. يا هذا أولهم في الخلق الجسماني؟ لا، أول مخلوق من آدم آدم عليه الصلاة والسلام، أول مخلوق جسماني سيدنا آدم. إذن معنى أنا أولهم في الخلق أي في عالم الأرواح، فهو أول روح خلقها الله، وهو قبل الأنبياء كلهم، وهو آخرهم في البعث والإرسال إلى عالم الدنيا صلى الله عليه وسلم.